طيب بالحديث عن المساعدات، وصلت إجمالي شاحنات المساعدات ما يتجاوز 980 شاحنة، هل ترى أن ذلك لا يزال بعيد عن المطلوب داخل قطاع غزة؟ وأيضا يعني هذه الشاحنات بعضها تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذن كيف من ناحية أخرى تعملون ربما على تأمين الشاحنات التي من المفترض أن تصل للقطاع وللمتضررين من هذه الأزمة؟ قبل الحرب كانت هناك 500 شاحنة تصل إلى غزة كل يوم، ولا زال هناك حصار مفروض على غزة. هذه الأعداد لا تمثل الحجم اللازم من المساعدات إلى شعب غزة. الآن نحن نتحدث عن حوالي 1000 شاحنة كما ذكرتم في خلال 38 يوما منذ بداية الصراع. الأمر ليس باليسير، في أقل من يومين لم تصل أي شاحنة، ولكن لقد ترك المواطنين أماكنهم وملاجئهم، وليس لديهم كهرباء وليس لديهم غذاء كافي. الأمر صعب للغاية، الأمر كارثي حقا. الأمر لا يتعلق بحجم المساعدات، هناك حاجة ومزيد من المساعدات اللازمة. نحن في حاجة إلى دفع كافة الجهود الإنسانية مباشرة، ونحن نعلم أن هناك كثير من الجهود والإجراءات لتيسير دخول الشاحنات، ولكن هذه ليست المشكلة. ولكن المشكلة أنه لا يجب ألا يكون هناك حدود وقيود أمام أعداد الشاحنات التي تصل إلى غزة. وطبعا أعداد الشاحنات التي تصل إلى غزة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوقود، يعني الأزمة كارثية بالفعل بسبب نقص الوقود في قطاع غزة. إلى أي مدى ينعكس ذلك على استمرارية استلام الشاحنات بشكل خاص، وطبعا على المنظومة الصحية والوضع الميداني بشكل عام؟ له تأثير بالغ. كافة المستشفيات قبل الحرب كانت لديها شبكة من الكهرباء التي تعمل على مدار أكثر من 12 ساعة كل يوم، ولكن ليس بشكل مستمر، ولكن كان الأمر كافي لتقديم الدعم الطبي اللازم. ولكن لم تكن نهائيا الكهرباء كافية لكافة المستشفيات لتكفي تغطية الخدمات الطبية لكافة المواطنين في غزة، ولكن الآن لا يوجد كهرباء على الإطلاق، وهذا يعني أن هناك إعاقة تامة لكافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وأيضا محطات تحلية المياه تعطلت، فبالتالي أثرت على الأمن المائي للمواطنين في غزة، مما ساعد على تدهور الحالة الصحية في غزة بشكل عام. هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، وأيضا تسببت في الأمر في انتشار الأمراض والأوبئة. الأمر يتعلق بالمخابز أيضا، تأثرت كافة المخابز وتوقفت اللوازم الأساسية للحياة، وكافة القدرات للوقوف على هذه الحالات والمرضى. هناك حاجة إلى الوقود، وهو أمر أساسي لإدارة كافة الخدمات سواء من جانب الأونروا، وأيضا هناك حاجة إلى الوقود لإيصال المساعدات من خلال الشاحنات، ولا يحدث ذلك بشكل كافي. ذلك بسبب القيود المفروضة على وصول وإدخال الوقود.